ازيكم شباب ثانوية عامة، أهلا بيكم مع أول فيديو من فيديوهات الكيمستري. حابب بس بسرعة قبل ما نبدأ أدردش معاكم كده في كام حاجة في أقل من دقيقة. بصوا، أولا زي ما اتفقنا ثانوية عامة هو نظام جديد، ستايل مختلف. انسى شغل أولى وتانية ثانوي. عاوز تبقى يعني تعمل حاجة في ثانوية عامة، عاوز توصل لدرجات محترمة، عاوز تأدي، لازم 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 هنتعب شوية مع بعض. انسوا الواجبات اللي هي بقى 20 سؤال و30 سؤال وبتاع، لا، النهاردة الواجبات أرقام. أقل واجب هتلاقي 100 سؤال. كل درسين هتلاقي بحط لك أسئلة مستويات عالية على الدرسين، يعني غير الأسئلة اللي أنت حليتها ال100 وال150 سؤال، لا، في زيهم تاني بعد كل درسين. في بعد ما بنخلص التشابتر في أسئلة تانية ومستويات تانية. فثانوية عامة هنتعب. عشان نكون صح، هنتعب شوية مع بعض، بس في الآخر نهاية التعب هنوصل للي احنا عاوزينه. تمام؟ فشد حيلكو وربنا معاكو، وهي سنة هنجتهد فيها بس النجاح واللي انت بتحلم بيه مضمون، ما تقلقش هتوصل، بس شوية شغل. تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة عشان نبقى متفقين، هيبقى إن شاء الله إن شاء الله كل حصة هيكون فيه امتحان زي ما اتفقنا، هيبقى امتحان سريعا على اللي احنا عملناه في الحصة اللي قبلها واللي قبليهم كلهم، يعني امتحان هيبقى شامل على الحصة، وبعد كده امتحانات هتبقى، أو بعد كده بعد ما نعمل شابتر كبير نعمل امتحان على كل الحصص اللي فاتت. تمام؟ طيب تعالوا بقى نبدأ بسرعة كده ونخش كده ندوس. احنا هنبدأ اهو، ادي اول درس الترانزيشن ميتال. تمام؟ درس اسئلته كتيرة، فتعالى واحدة واحدة كده مع بعض ونلعب اللعبة، وطبعا لو احتاجنا نرجع لأي حاجة هنقوم نرجع لها على طول. ماشي، يلا ندوس على طول بقى. جه قال لي which of the following set of element including one transition element. حاضر، هو عاوز واحد transition element. واحد transition element يعني حضرتك هنا، نبعد كده بس شوية. تمام، عاوز واحد transition element، يعني من الاخر حضرتك ما ينفعش تاخد الحديد والكوبالت والنيكل عشان هو عاوز واحد بس، ولا تاخد الكابر والسيلفر عشان الكابر والسيلفر دول ترانزيشن اليمنت، وما حددهاش هي فيرست ولا مش فيرست. تمام؟ حد هيسالني ايه الحاجات اللي موجوده فوق دي؟ دي ماتروشكا. حاجه بتسليني في وحدتي، ما اي حد بدل ما انا بكلم نفسي اهو، كل ما ابص لهم ازعق لهم اقول لهم ركزوا معايا ركزوا. طيب نرجع تاني لكلامنا، زنك اصلا مش ترانزيشن، طب المنجنيز والتيتانيوم لا ما ينفعوش. طب بص على دي بقى، اللانثنم هو الوحيد الترانزيشن اليمنت في الاثنين دول، ولو رجعت للبريودك تيبل هتلاقي اللانثنم هو الوحيد اللي فيهم ترانزيشن اليمنت، وادي يا عم البريودك تيبل. تمام؟ انا بحاول على قد ما نقدر اهو في الاول نساعد بعض وننجز. ادي ده اللانثنم، لكن ادي ده الميركري، فالميركري ما يعتبرش تبع الترانزيشن اليمنت. تمام؟ وكان محطوط لك على ما انا متذكر التي اتش، والتي اتش يا معلم ما يعتبرش من ترانزيشن اليمنت، الترانزيشن اليمنت قدامك ولكن ده من الاكتينايتس فهو ما يعتبرش ترانزيشن اليمنت. تمام؟ يلا نرجع تاني. رقم 2، رقم 2 جه قال لي ذا جنرال الكترونيك كونفيجريشن اوف اليمنت في السكند. السكند يبقى على طول معاك كريبتون وبعديه 5s 2 3 دي. كام؟ مظبوط 3 دي 10. طبعا بقى من 1 ل 2 وهنا من 1 ل 10، فانت من الاخر تاخد 5s، سوري 4 دي مش 3 دي، 5s و 4 دي، يبقى الاجابه سي. تمام؟ وما تنفعش دي طبعا علشان اولا ممكن تبقى 1 وممكن تبقى 2، الى جانب ما تنفعش تبقى 4s. ماشي، element has electronic configuration بالمنظر ده، ده كده معناه ان الاف بتاعه كامل، ولكن والاس طبعا كامل. خد بالك بقى ده 6s 5d، 6s 5d لو انت فاكر الفيرست كانت بتبقى 4s، السكند 5s، الثيرد تبقى 6، يبقى دي ثيرد ترانزيشن. ماشي، رقم 4 which of the following its electronic configuration
of a main transition element. عاوز main transition element. تعالى كده نلعب اللعبة بتاعتنا اس اس بس بس، وده الكلام اللي قعدت اقوله لكم في الاول، ادي اس اس بس بس ونحط الدي بس. الكلام اللي قلت لكم في الاول ان انت لازم وانت شغال تبقى عارف حاجات مبادئ في تانية ثانوي واولى ثانوي. طبعا الترقيم ادي 1 اس 2 اس 3 4، الاسات بتتعدي في الاول، بعد كده البي 2 بي 3 بي، بعد كده الدي 3. نقول 2 2 6 2 6 2، وهنا ممكن بقى تحط لغايه 10، ما عنديش مشكله، بس ما ينفعش تحط 2 و10 علشان دي مش تبقى ترانزيشن. يعني لو حطيت 2 و10 دي بقت على طول زنك معاك، فما تبقاش ترانزيشن يا معلم. تمام. طيب يبقى انت كده اما هتيجي تختار هتختار لك انهي. انت معاك دلوقتي عاوز حاجه تبقى ان بلس 1 اس، و ادي ان دي، لا دي ما تنفعش علشان لسه قايل لك ما ينفعش يبقى هنا 2 وهنا يبقى 10، لازم تبقى 2، يبقى هنا اي رقم اقل من 10، يبقى من الاخر الاجابه هتطلع لك بي. حلو قوي. طيب رقم 5، ذا اوبزيت فيجر شو اور ايا كان ايه هو، مش حكايتي مش تفرق معايا. الاور ده الرمز بتاعه ام او 2، ما تتسربعش لو سمحت. هنا لما يقول لك ام او 2 يبقى انت لازم تحسب الاكسجين نمبر، ادي الاكسجين 2، 2 في 2 تبقى ب 4، يبقى ده بوزيتيف 4. حلو ماشي، بوزيتيف 4، وقال لك اتس اوكسايد از ريديوسد وهو بريتل سيلفر ميتال. الكلمه دي على طول اول لما تلاقي كلمه بريتل سيلفر ميتال يبقى ده ام ان منجنيز، يبقى اصلا الاختيار اهو مات من هنا. وطبعا لو انت جيت تبص على الاكسايد اللي هو الام او 2 ده اختصار لانهي؟ لام ان او 2 اللي هو المنجنيز دايوكسيد اللي بيستخدم في الدراي باتري او الدراي سيل. حلو قوي ماشي. 6، ذا ترانزيشن ميتال ام resist corrosion 80% of it used in with iron in manufacture of steel. تمام. resist the impact والvibration. الاوكسايد بتاعه M2O5، انا كنت هتلخبط واقولها لك اصلا هي V2O5. الاوكسايد ده من اشهر الاوكسايد اللي عندنا. تمام. واللي خلانا افكر على طول على كده ان هو قال لك resist the impact وresist the vibration، يعني هو بيتحط مع الحديد علشان يقوي منه ويقوي من الكفاءة بتاعته. فهنا من الاخر انت لو هتفكر هتفكر في الفانيديوم. تمام. يعني انا عندي احتمال ان انا افكرها كفانيديوم. طيب تعال نكمل قرايتنا. قال لك الفانيديوم ده اللي هو الفي 2O5 بقى اعتبرناها اكت از كاتاليست، والكاتاليست ده بيستخدم في صناعة الازاز والسيراميك، يبقى هي دي، يبقى الاجابة ايه؟ مش محتاجة. ماشي. ترانزيشن ميتال which is a good reflector for infrared resist corrosion non toxic. خلاص من غير ما تفكر اول لما تلاقي كلمه non toxic وقال لك اهو بيتحط يقدر يمسك في البون، يبقى ده التيتانيوم على طول، ده الحاجه اللي كانت non toxic. ماشي. what is the transition element which despite the rigidity بتاعته او strength characterized by ductility we high resistance. احصر كده دماغك، مين اللي هو كان عنده strength عالي وكان بيدكت وهاي هيت ريزيستنس؟ مظبوط، ده كان التيتانيوم. والتيتانيوم كان من ضمن الكلمات اللي مكتوبه جنبه ان هو الهاردنس بتاعه يكاد يكون يضاهي الهاردنس بتاع الستيل. تمام. فانت من الاخر بيقول لك ريجيديتي وهاي ريزيستنس للهيت، يبقى ده على طول تيتانيوم. حلو قوي. which of the following represents the properties of metal which is more convenient for فور ايه اللي تشيس مانيفاكتشر. طيب انا لو عاوز دلوقتي اصنع شاسيهات عربيه، ركزوا معايا. شاسيه العربيه ده هي كمعلومه يعني، وده طبعا زي ما احنا متفقين انا قلت لكم انا هجيب لكم اسئله من مصادر كتير، ففي من ضمن المصادر حاجات انت بتختار بفكر الاستبعاد او بتختار بفكر معلومه واحده وبتبني عليها بقيه اختيارك. طبعا الاسئله مش انا مش بحب الستايل ده، الستايل لازم يبقى مبني كله على حاجه علميه انت دارسها، ولكن انا عشان عينيك تشوف كل الاسئله فانا مش هحجب عنك اي سؤال. ماشي. انت دلوقتي عاوز تصنع شاسيه العربيه، يبقى شاسيه العربيه ده لازم الدنسيتي بتاعته تبقى لو دنسيتي،
ولازم يبقى حاجه ديورابل ويبقى هاي ريزيستنس للراست. يبقى الاجابه مين؟ مظبوط سي. طيب ويتش اوف ذا فولوينج از فيشر تروبش بروسيس؟ تعالى نفتكر حكايه، قلت لك فيشر تروبش ده بيطلع ليكويد فيول، ماشي. طب والليكويد فيول اللي بيطلع، الليكويد فيول ده لازم يكون تبع عيلة الألكان. طيب وعيلة الألكان القاعدة بتاعتها ايه؟ CnH2n plus 2. ثانيا عشان تكون ليكويد لازم ال N دي تبقى الرينج بتاعها من 5 ل 17 علشان يبقى ليكويد في عيلة الألكان. يعني لو ال N هنا بخمسة يبقى 2 في 5 زائد 2 تبقى دي ب 12. طيب كل الكلام ده هو ما كانش بيلعب عليه، ولكنه عاوز يختار منظر حاجة عيلة ألكان مكتوب تحتها إيه؟ ليكويد. فكان السؤال هنا متواضع شوية. طيب تروبش ميثود إز يوزد إن مانيفاكتشر للسائلين الفيول السينثيتك فيول. طبعا واحد يقول لي بنزين، لا البنزين ده بنسميه أروماتيك بنزين، والأروماتيك بنزين ده مركب كيميائي تشابه بس في الألفاظ، ولكنه هو مش البنزين اللي أنت تتخيله. طيب which is the element which is found in bronze بنسبة 10%؟ حلو، أولا إحنا عندنا اتنين ألويز مشهورين قوي، واحدة اسمها البراس ألوي وواحدة اسمها البرونز. هما الاتنين فيهم كوبر، ولكن البراس بتبقى مع الزنك وده مع التن اللي هو الاس ان الرمز بتاعه. حلو، طيب دايما الالوي هو في واحد اساسي وواحد مقحم عليها حصل بالسبستيتيوشن كانترستيشال، وناخد انواع الالويز. فانت هنا من الاخر اللي نسبته اكيد قليله هو مين؟ مظبوط التن. بوتاسيوم دايكروميت ديكومبوزد باي هيت از شون ان ذا فولوينج ايكويشن. حاضر، هات لي اكس بقى، تعالى كده نكبر. انت معاك دلوقتي 8 كي، خرجت بال 8 كي يبقى كي مات. الكروميوم انا عاوز امسح، لو تعالى امسح عشان ايه، انا عاوز الاربعه. حاضر وديها هناك. البوتاسيوم خلص. طيب انت معاك الاربعه دي على فكره تعود على الكروميوم برضو. طب 2 في 4 بقى 8، خارج بكام؟ خارج هنا ب 4، يعني متبقي لك 4 سي ار. طب والاكسجين 4 في 7 ب 28. طب والاكسجين هنا 4 و 4 بقوم 16، 16 زائد 3 في 2 6، يعني دول توتال مظبوط معاك، دول عباره عن 22، نقصهم من ال 28 يتبقى لك 6 اكسجين. حلو، حاطط الاكس ده جنب 2، يعني هتكتب 2 ويتبقى لك كده من الاربعه سي ار 2 او من السته يتبقى 3، يبقى الاكس اللي معاك هو سي ار 2 او 3. السي ار 2 او 3 يستخدم في ايه؟ مظبوط يستخدم في الدايز. طيب واحد يجي يقول لي طب ليه ما اخترتش الليزر تيننج؟ ما كروميوم اديك انت قلت الكروميوم هو اللي يستخدم في الليزر تيننج، ولكن السي ار 2 او 3 لا. حلو، اللي بعده 14، وات از ذا تشويس which include an element to compound or mixture. حاضر، اولا انت عاوز ميكتشر، على طول عينيك كده تبص، احنا عندنا ميكتشر اخدناه اسمه الووتر جاز. حلو، ده خليط من السي او وال اتش 2. الكوبالت element الامونيا ان اتش 3 يبقى كومباوند، اهي خلصت في ثواني مش محتاج. وهو قال لك ان نون بارتيكولار ايه اوردر، ماشي. What are elements which have significance particular significant in weapon for air defense force with the vehicles بتاعت روسيا؟ حلو، ال air defense عشان انتوا بتتلخبطوا، التيتانيوم كان بيستخدم في السبيس شاتل، ولكن air defense يبقى مظبوط الاسكندنم. طب حاجة تانية، انت دلوقتي عاوز حاجه بقى تستخدم في الفيكلز، خلاص ما الفانيديوم ما كنا بنقول ده بيزود الهاردنس بتاع الستيل، وده كان بيتحط في الكار سبرينج والليله دي كلها.
يبقى الإجابة بي 16 the transition element. حلو. M is used in manufacture of magnetic alloy and also it's the main component of lithium ion battery. طبعا الليثيوم ايون باتري على طول هو اللي بيبقى موجود فيها هو مين؟ الكوبالت. حلو. وما فيش حاجة من دول اصلا بتستخدم في البطاريات، يعني النيكل هو اللي كان مع الكادميوم يشتق ويستخدم في البطارية، المنجنيز كان اكت از كاتاليست في الدراي سيل ولكن مش في الليثيوم. حلو ماشي. الكترونيك يوزز اوف اوكسايد اوف ترانزيشن ميتال ام. ماشي. Which of the following is correct؟ حاضر. الكوزميك ده مش ترانزيشن ميتال عشان الزد ان او. هو بيستخدم في حاجات الكوزميك بس ده مش ترانزيشن، وثانيا الاوكسيديشن نمبر بتاعه يطلع بوزيتيف 2 ما ينفعنيش. الدراي سيل لسه قايلينها ام ان او 2، والام ان او 2 ده بيطلع بوزيتيف 4. حلو. مش بوزيتيف 3 فما ينفعنيش. كاتاليست في الديكومبوزيشن برضو كان الام ان وهنا كان بوزيتيف 4. دي حلوه دي الاختيار ده جميل. طيب لو جيت تبص used in dental implant. الدنتال implant التيتانيوم از ميتال مش التي اي او 2، عشان في ناس تتخيل يقول لي طب ما التي اي او 2 والاكسديشن نمبر بتاعها بوزيتيف 4. لا، الدنتال اصلا كانت بتستخدم التيتانيوم ميتال مش تيتانيوم اوكسايد. What is the strong element رقم 18 in term of rigidity؟ انهي انشف واحد according للريجيديتي والصلابه؟ حلو. كنا بنقول اللعبه دي ان التيتانيوم يضاغي الستيل، واحد يقول لي الايرن. الايرن انت هتعرف كمان شويه او في الدرس اللي بعده ان ده ماده مش صلبه زي ما انت متخيل، اللي صلب هو الستيل. حلو. والستيل ده بيبقى حديد مع كربون، وده بيعمل انترستيشال الوي، علشان كده ده ما يعتبرش صلب. حتى هتاخد لما نعمل له هامرنج بيحصل سلايدنج لللايرز بتاعته، فده ما تنفعنيش. لكن هنا اللي ينفعني هو مين؟ مظبوط، التيتانيوم هو الوحيد اللي هيكون ايه؟ هاردنس بتاعه عالي. ماشي. حاجه فانجي سايت. الفانجي سايت عندنا مادتين كفانجي سايت، وركز لي بقى في الحوار ده علشان اصلا السؤال اللي بعده مبني على الكونسبت اللي بقوله لك. انت عندك مادتين فانجي سايت، حاجه اسمها الكوبر سلفيت وحاجه اسمها المنجنيز سلفيت. يعني من الاخر كل الاختيارات دي ايه؟ غلط، ايه الاختيار الصح؟ بس في واحد بقى يجي يقول لي طيب هو الاثنين زي بعض كفانجي سايت؟ قلت لك لا، او ركز قوي في المعلومه دي. الكوبر اكت از فانجي سايت في الووتر بيوريفيكيشن. الكوبر داي سلفيت فانجي سايت في الووتر بيوريفيكيشن. حلو. ولكن الام ان اس او 4 فانجي سايت عادي. فدايما السؤال ده بنحب نلعبه، يجي يقول لك انت دلوقتي عندك سويمنج بول وعاوزين نموت الفانجس الفانجاي اللي موجوده فيه، نعمل ايه؟ نحط ام ان اس او 4 ولا كبر؟ طبعا نحط كبر عشان ده ووتر بيورفيكيشن. تمام؟ ماشي. رقم 20 مدي لك ثلاث مركبات للام ان وبيقول لك انهي واحد فيهم الاستخدام بتاعه. حاضر. اولا الام ان جه قال لك الاكسديشن نمبر فيه بوزيتيف 2؟ لا. used to reduce السلفوريك اسيد، اللي بيشتغل مع السلفوريك اسيد هو ده، وده هتاخدوه في الاناليتيك. الكي ام ان او 4 مع الاتش 2 اس او 4. اوكسيديشن نمبر بتاعه بوست 4، حلوه دي خطفت عينيا. يتفاعل رياكت مع الالمنيوم ويعمل المنظر ده، محدش قال كده خالص. ثانيا تعالى نكمل، الكي ام ان او 4 هيستخدم في علاج التيومرز؟ لا خالص، يعني الاختيار ده حتى لو انت كنت شاكك فالشك مات اهو، عشان ما بيستخدمش في التيومر، اللي بيستخدم في التيومر هو الكوبالت عشان بيطلع جاماريز. يوزد ان فيش تانك از انتي باراسايت، عشان هو ديس انفكتنت، مطهر. حلو. الام ان اس او 4 يستخدم علشان يحمي المحاصيل؟ ما هو فانجي سايد ومش فانجي سايد بتاع الميه. طيب رقم 21 ترانزيشن ميتال. It's different compounds are used in manufacture of green, yellow, red and orange dyes. حلو. 90% من الليزر تيننج. What is the electronic configuration لو عمل positive 3؟ ده كده بيتكلم على الكروميوم، والكروميوم ده abnormal configuration في المطروشكا. صحصحي معايا، صحصحي معايا مطروشكا هنا. يلا ننزل تاني. احنا بنتكلم عن مين؟ كروميوم. كروميوم توزيعته ارجون 18، ما تنساش ده ابنورمال كونفجريشن. 24
يبقى 4 اس 2 2 ايه ده لسه بقول لك ابنورمال، يبقى 1 3 دي 5. عملت بوست في 3 طير هنا واحد وطير من هنا اتنين، يبقى الدي بقى فيه 3، يبقى هي الاجابه ايه؟ شكرا. What is the oxidation state which is common among transition metal in the force؟ أكتر واحدة موجودة في الترانزيشن ميتال كأوكسيديشن ستيت هي البوزيتيف 2. واطلع بقى للجدول بتاع الكومن اللي كنا بنتكلم فيه المرة اللي فاتت، هتلاقيها دي أكتر واحدة مشهورة. حلو جدا. ماشي. اللي بعده Which of the following contains the highest number of unpaired electron in LD؟ أنهي واحد عنده أعلى؟ بص من الآخر، اللعبة دي كتلة بحثا وبنسأل فيها كتير. يا اما الحديد اعمل له بوزيتيف 3، يا اما الام ان اعمل له بوزيتيف 2. علشان الحديد هو 26، فالحديد ال 26 توزيعته ارجون 18 4 اس 2 3 دي 6، فانت لما تعمل له بوزيتيف 3 خسرت 2 وخسرت 1 فبقت 5، او اعمل له بوزيتيف 2 فبقى 3 دي 5. تمام. In which of the following oxide is manganese ion more stable؟ مانجانيز ايون مور ستيبل، يبقى انت عاوزه يكون عامل بوزيتيف 2 عشان يدي لك 3 دي. احنا اللي فوق ما اخترناش، احنا قلنا وخلاص وما اخترناش، ايه الاجابه يا عم سي؟ حلو، مفيش اي حاجه من التانيين. لو الحديد عمل بوزيتيف 2 هيخسر الاثنين بس، هيبقى معاه هنا 6. طيب تعالى بقى نرجع لمين؟ 24. In which of the following oxide is manganese is more stable؟ المانجانيز ماله؟ مور ستيبل، اه رقبتي. مور ستيبل يبقى عاوز يعمل بوزيتيف 2 اهي بالنظر على طول، ادي الاكسجين يا عم عامل بوزيتيف 2، سوري عامل الاكسجين نيجاتيف 2، فالام ان يبقى عامل بوزيتيف 2. تعال اشتغل لك على واحده كده عشان تفهم اللعبه برده بتتلعب ازاي. ممكن نشتغل على دي، اه لو انت اشتغلت على دي نكبر، ادي الاو نيجاتيف 2 في 4، يبقى دول اولا كومباوند هتساوي بالصفر، يعني دول هيبقوا بنيجاتيف 8. طب وهنا بقت بوزيتيف 8 عشان من الاخر، يبقى بوزيتيف 8 زائد النيجاتيف 8 يديني الصفر، يبقى هنا هتبقى 8 على 3. ايه 8 على 3 دي؟ عبث قوي. طب تعالى نلعب على دي، مشينا نيجاتيف 2 في 3 تبقى نيجاتيف 6، يبقى دي بوزيتيف 6 على الاثنين تبقى ب 3، عسل قوي. وما دام بقت ب 3 يبقى كده هتعمل لك 4 في الدي، الدي هيكون فيه 4 ما فيهوش 5، وهو عاوز يبقى موست ستيبل. ماشي. رقم 25 which of these pair of elements have more than ايه؟ one oxidation state in its compound. الزنك ما يعملش غير بوزيتيف 2، اسكندنم يدي بوزيتيف 3 بس، الزنك بوزيتيف 2، يبقى من الاخر الام ان والتيتانيوم. What is the metal whose most common oxide has الكيميكال فورمولا دي؟ حاضر، هو مدي له هنا كيميكال فورمولا، انا عاوز اشتغل واحسبها. نيجاتيف 2 عند الاكسجين في 3، يبقى ده بنيجاتيف كام؟ 6، يبقى ده بكام؟ بوزيتيف 6. انا عاوز حاجه تقدر تخسر 6، تقدر تخسر 6 ويدي لك موست كومن اوكسايد. حلو، انت عندك دلوقتي الاسكندنم، لا الاسكندنم بوزيتيف 3 يا معلم. حلو، طب عندك التيتانيوم، لا برضو. طب عندك الكروميوم وعندك الام ان، تاخد مين فيهم؟ لو ركزت كده لحظه، الام ان ممكن يعمل بوست في 6، اه يعمل بوست في 6، بس عمال البوست في 6 انا مش عجباني موست كومن على فكره، هي انا نقلها كده بس الادق يقول لك موست ستيبل علشان يدي لك استابيليتي احسن، والكروميوم هيدي لك الاستابيليتي اللي هو طالبها علشان البوست في 6 عنده دي تقوم تخليه يبقى فاضي. تمام، انا مش بتكلم هنا ككومن، انت عارفين الكومن هما اللي تحتيهم بيبقى خط، ولكن هنا الاختيار هو المقصود منه ان عاوزها تبقى مور ستيبل. تمام ماشي. اين ويتش هاف الكترونيك كونفيجريشن بالمنظر ده؟ 6، 6 ده يبقى حديد على طول اول حاجه افكر فيها، واعمل بوست في 2 عشان لسه قايلين حديد بيبقى ب 26، يبقى حديد عامل بوست في 2، واللي بعديه عامل بوست في 3 اللي هو الكوبالت، ما الكوبالت 27 يبقى توزيعته 4s2 3d7، يبقى كده خلاص هي ظبطت. فاهمين حاجه؟ اهي ماشي. Which of the following represents the correct descending
graduation instability of an aqueous solution of the following ions. حاضر. خدت بالك هو بيتكلم كستابيليتي مش ككومن. تمام؟ تاني انا عاوز اوريكم كده حاجه صغيره عشان تبقوا فاهمين اللعبه دي. بصوا يا شباب معايا. الجدول ده انا قصه من كتاب المدرسه زي ما هو. حلو؟ الحاجات اللي محطوط تحتها خط تمام؟ دي اسمها الكومن. اهي دي المور ايه؟ كومن. لكن الاستابيليتي استابيليتي يا عم رمون استابيليتي. قال لك ايه الاستابيليتي دي؟ هي يبقى الدي يا اما امتي فاضي يا اما الدي هاف فيلد يا اما الدي كومبليتلي فيلد. هي دي الاستابيليتي. حلو؟ وعلشان كده لما قلت لك السؤال اللي فوق هو مش حاطط تحت دي شرط. فدي ما تعتبرش كومن. هو السؤال هنا كان عاوز يلعب على الاستابيليتي ولكن الام ان برضو مش حاطط. ففي الحالتين هو مش محطوط شرط هنا. تمام؟ طيب نرجع بقى لسؤالنا. برضو كان بيسال على استابيليتي وهنا كانت واضحه جدا وصريحه استابيليتي. ما دام قلت استابيليتي يبقى فضيلي على طول الدي او هاف او كومبليتلي فيلد وما تظهرش غير عند الام ان. وده معناه ان ما عنديش اختيار غير ده. حلو؟ الاختيار الوحيد اللي يظهر لي هو الاستاذ ده. طيب وده الاسئله اللي بقول لك اللي ما بعزهاش قوي. ليه؟ عشان دي بتعتمد على نظريه الاستبعاد بمجرد ما انت تختار اول واحده صح. What is the number of unpaired electron in a cobalt di ion? كوبالت 27 يعني 4s2 3d7. اخسر 2 يبقى 3d7 على طول. عدد الامبيرد وزع الدي اهو يا عم. نرسم كده مربع كبير. حلو؟ ادي 1 2 3 4. نوزع ادي 1 2 3 4 5 6 7. عندي كام امبيرد؟ ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه. يبقى 3 ايه؟ امبير. تمام. رقم 30 جاء لي which of the following represent electronic configuration ل one of transition element. خدوا بالكم من الكلمة دي. حلو؟ transition element اولا الاولى دي ما تنفعنيش عشان دي توزيعة الكوبر. طب واحد يقول لي طب ما ممكن تبقى توزيعة الزنك على اساس 4s2 3d10. اقول له اولا الزنك مش ترانزيشن، ثانيا مفيش حاجه اسمها ان الزنك يخسر واحد، الزنك ما يعملش غير بوزيتيف 2 فما تنفعنيش. الشكل الثاني ده شكل متخلف قوي. ليه بقى؟ علشان خاطر 4s1. يعني ايه 4s1؟ خسرت واحد من الاس وخسرت من هنا ايه يعني؟ الشكل ما مش ملهوش معنى. طيب اللي بعده ده توزيعه عاديه خالص، ده توزيعه النيكل. طب واحد يقول لي طب ما ممكن يكون خسر من الدي، اقول لك ازاي يخسر من الدي قبل ما يخسر من الاس؟ ولكن الاستاذ ده جميل. طب واحد يقول لي طب ما ده الزنك، اقول له لا ده الكابر، عشان ده الكابر كان 4s1 3d كام؟ مظبوط 3d10 فده الكابر. حلو؟ خسر واحد اهو. طيب اللي بعد which of the following are two compounds in which the MN has same oxidation state. اني واحد من دول الام ان بيبقى ليه نفس الاكسيديشن ستيت؟ تعالى كده نشتغل هنا. السلفيت نيجاتيف 2 في 2 يبقى نيجاتيف 4، يبقى ده بي بوزيتيف 4. طيب ده اهو يا عم باين قوي ان هو مسلف 3 يبقى ما ينفعنيش. الكلورين مسلف سوري الام ان مسلف الكلورين 2 يبقى ده بوزيتيف 2 ما ينفعنيش. الام ان لا هنا اوعى تتخدع. اها نعمل كده كمان واحده ماشي. الاكسجين بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 في 2 تبقى نيجاتيف 4 يبقى ده بوزيتيف 4 فما تتخدعش يبقى ما ينفعش. طيب الايودين بنيجاتيف 1 والاكسجين نيجاتيف 2 يبقى في 3 يبقى نيجاتيف 6 يبقى الاستاذ ده يطلع بوزيتيف 6. حلو؟ ايه بوزيتيف 7؟ ازاي بوزيتيف 6 يا عم؟ امسح. اها عارف ليه؟ عشان انت المفروض نيجاتيف 6 ونيجاتيف نيجاتيف 6 ونيجاتيف 1
يبقى من الاخر يطلعوا لك دول كلهم بنيجاتيف كام؟ 7. يبقى ده على طول يطلع بوزيتيف كام؟ 7، صح كده؟ الكي ام ان وفور حسبناه 1000 مره ان دي بتبقى بنيجاتيف 2 في 4 يبقى نيجاتيف 8، يبقى البوتاسيوم بوزيتيف 1، يبقى الام ان بوزيتيف 7، وهي دي الاجابه الصح. شكرا. Which of the following ion is more stable in the aqueous؟ More A stable، يبقى انفض، يبقى هو كروميوم يا عم على طول من غير ما نوجع قلبنا. الام ان هتيجي تقول لي طب ما ممكن يبقى هاف فيلد، لا لو كان بوزيتيف 2 كان يبقى هاف فيلد، ولكن هنا ده بوزيتيف 3 ما ينفعنيش. طيب traditional number of group of each of the following element in the periodic table can be estimated from a total number of electrons اللي موجودة في ال S و ال D ما عدا مع مين. حاضر، تعالى افهمك معنى الجملة. انا لو جيت اوزع مثلا الاسكندنم، الاسكندنم موجود في جروب 3B، مش الاسكندنم توزيعته 4S2 3D1، اجمع الالكترونات كده يبقوا بثلاثة، قلتها لكم واحنا بنشرح. طيب تعال نلعب مثلا على الكروميوم، الكروميوم موجود في مجموعة 6 اللي هو VI، حلو. مجموعة 6 دي جت ازاي؟ ادي 4S1 3D كام؟ 5، فواحد زائد 5 بقت 6. الام ان مجموعة 7 4S2 3D 5، يبقى انت عشان تخالف في القاعدة لازم تعدي الام ان، عشان من بعد الام ان مفيش حد بيحقق اوكسيديشن ستيت 8. نرجع نقل تاني في العدد، فكده اللي يطلع لي الاجابه الصح هو حاجه اعلى من الام ان، يبقى مظبوط النيكل. What is the chemical formula of the scandium chloride؟ scandium يسلف 3، يبقى ما عنديش غير دي. Electronic configuration of element penultimate of the penultimate column في ال D. حلو، الكترونيك كونفيجريشن للاليمنت القبل الاخير قال لك في الدي مش ترانزيشن، علشان السؤال ده بنقابل منه كتير. بمعنى يجي يقول لك انا عاوز البنالتيميت في الترانزيشن او البنالتيميت في الدي، مش فاهم يعني ايه اصلا بنالتيميت يعني القبل الاخير. لو هتكلم عن القبل الاخير وقلت دي، يبقى دي مجموعه الكابر واللي تحتيها. طب لو اتكلمت وقلت عاوز القبل الاخير بس في الترانزيشن، يبقى القبل الاخير الكابر ترانزيشن، فاللي قبليه يبقى النيكل. فاهمين حاجه؟ تاني، القبل الاخير في الدي بلوك هو الكابر عشان الاخير هو الزنك، فده اللي قبل الاخير بالنسبه له. طب القبل الاخير في الترانزيشن، الاخير ترانزيشن هو الكابر، يبقى اللي قبليه هو مين؟ النيكل. يبقى اللعبه دي هنا بيقول لك بقى دي، يبقى هو عاوز الكابر، يبقى توزيعته S1D10. ماشي، اكوردنج بقى لدول، جه قال لي ايه يا عم رمون؟ ان ترم اوف الايكويشن عاوز ايه؟ which of the following represent the reaction in which transition element undergo both oxidation and reduction، يعني عاوز الترانزيشن يكون عمل اوكسيديشن وريدكشن. حاضر، الكوبر كان بوزيتيف 1 بقى بوزيتيف 2، يعني خسر عمل اوكسيديشن، بقى هنا معلوش اي حاجه يعني بقى زيرو يعني عمل جين. ما انت قلت لك لما البوزيتيف يبتدي يزيد انت كده معناها بتعمل لوز، لما البوزيتيف يزيد يبقى انت بتعمل لوز، لما النيجاتيف سوري لما البوزيتيف يختفي يبقى انت بتعمل جين، يبقى هنا عمل اوكسيديشن وريدكشن. الام ان، الام ان تعالى كده نعمل زومينج. الام ان يا عم هنا دي بنيجاتيف 2 هتساوي الايكويشن بنيجاتيف 2، دي بنيجاتيف 8 يبقى دي ببوزيتيف 6، عشان تبقى 6 ناقص 8 تدي نيجاتيف 2. حلو كده؟ ماشي. طب هنا بقى الام ان بنيجاتيف 1 فدي بنيجاتيف 8، فدي تبقى بوزيتيف 7. حلو، يبقى كده البوزيتيف زاد، يبقى انت عامل لوز.
يبقى اول حاجه انت عامل اوكسيديشن، ولسه كنا حاسبين دي فوق بتطلع بوست في 4، يعني هو كان في الاول 6 وبقى مره 7 ومره 4، يبقى كده عمل اوكسيديشن ريدكشن. اه ماشي. اللي بعده رقم 3 الكي ام ان او 4، الاوكسيديشن نمبر حسبناه لسه حاسبينه فوق، هنا بنيجاتيف 8 هنا بوزيتيف 1، طبعا الرقم ده كأني مش شايفه، يبقى الام ان بوزيتيف كام؟ 7. خد بالك انا مش محتاج اكمل تفكير، عشان الام ان هنا في اللقطه دي هو عامل ايه؟ خسر كل اللي معاه. يعني ايه خسر كل اللي معاه؟ يعني الام ان يا معلم هنا هو خسران الالكترونات كلها اللي في الاس والدي، فيوم لما هيعمل جين، مش عارف ولا يعمل، مش عارف يعمل لوز عشان هو خسر كله، فما يعرفش يعمل غير ريدكشن، يبقى دي بره لعبتي. ماشي. الام ان او 4 لسه حاسبينها فوق، الام ان بيطلع هنا بوزيتيف 7، وهنا الام ان بوزيتيف 2، اما هنا الام ان لو ركزنا بقى دي بنيجاتيف 4، يبقى ده بوزيتيف 4، يعني مره كان ب7 بقى 4، ومرة كان باتنين بقى 4، يبقى عمل مرة جين ومرة لوز، يبقى 1 و2 و4 معانا. ماشي. 37 الفانيديوم عنده أعلى أوكسيديشن ستيت، فأنهي حالة؟ حاضر، هنا مدي 2، لأ، هنا مدي 4، لأ، هنا مدي 3، لأ، حلوة دي، هنا نيجاتيف 3 والأكسجين نيجاتيف 2، يبقى كله نيجاتيف 5، يبقى الأستاذ ده بوزيتيف 5. يبقى دي اعلى اوكسيديشن ستيت، يبقى هي دي الاجابه الصح. دي in which pair of the following its oxidation number of الكروميوم، in the first compound الكروميوم higher than اعلى من ال Mn في الكومباوند الثاني، ده الشرط اللي عاوز يمشي بيه. الكروميوم هنا ادي نيجاتيف 2 في 4 نيجاتيف 8، يبقى ده بوزيتيف 2، يبقى ده بوزيتيف 6. حلو؟ كروميوم كده بوزيتيف 6. طب والام ان لسه حاسبينها فوق بوزيتيف 7، يبقى ما تنفعنيش. الام ان هنا لسه حاسبينها برضو بيبقى بوزيتيف 4. طب والسي ار مسلف 3، يبقى بوزيتيف 3، ما ينفعنيش. الشرط اهو قدامك ما تنساهوش. طيب السلفيت بنيجاتيف 2، والكروميوم هنا لو واخد بالك ادي مسلف التلاتة على طول، واضحة يعني، يبقى ده بوزيتيف كام؟ 3. يبقى من الآخر هو ده الاختيار. حلو؟ طب تعالى أطمنك، ما الكروميوم هنا على فكرة دي بنيجاتيف 14، الأكسجين بنيجاتيف 2 في 7 نيجاتيف 14، والبوتاسيوم هيبقى بنيجاتيف 2، يبقى الكروميوم بوزيتيف 12، بوزيتيف 12 على 2، عشان ما تقولش دي ب 12، ده انت لازم تقسمها على 2 فتطلع ب 6، والام ان لسه حاسبينه بوزيتيف 7، يبقى الشرط ما تحققش غير في سي. ماشي. Which of the following ions include highest oxidation highest number of unpaired electron، اعلى unpaired electron؟ هات لي حاجه تكون فيها 7 في الدي، سوري 5 في الدي، لو ما لقيتش 4 في الدي and so on. طبعا ده بره اللعبه خالص، ده خسران كل الالكترونات، وده ريبريزنتيف اليمنت، هو ما عندوش غير الاس وخسرهم، فطز فيه خلاص. طيب التيتانيوم، التيتانيوم هو 22 توزيعته 4s2 3d كام؟ 2، اخسر 2 واخسر 1 خلصت، ما عندوش غير 1 امبيرت، ده ب 23 4s2 توزيعة ال 23 4s2 3d 3، اخسر 3، خسرت من هنا 2 وخسرت من هنا 1، يبقى 2، ما تاكلش معايا برضه كل ده. لا، الحديد 26 4s2 3d 6، يعني كده في 4 unpaired لما يعمل positive 2. حلو؟ واللي مش فاكر واللي مش فاهم نرجع كده from scratch، طبعا الكلام ده مهم لازم يبقى في بالك. ادي 1 2 3 4 5، ادي 1 2 3 4 5 6 الكترونات، يبقى عندي ادي 1 2 3 4 4 الكترونات ايه؟ امبير. تمام.
تمام. which of the following chemical formula represent non-existing compound، يبقى حاجه استحاله تتحقق. اهي يا عم الزنك، ولو كان او دايما بيلعبها بالزنك والاسكندريم، عشان الزنك والاسكندريم الزنك بيعمل بوزيتيف 2 والاسكندريم بيعمل بوزيتيف 3. سوري، الزنك بيعمل بوزيتيف 2 او الاسكندريم بوزيتيف 3. هنا مخلي الزنك يعمل كام؟ بوزيتيف 3، ودي حاجه ما بتحصلش. تمام. all element of the following group have the oxidation state positive 2 except، كل دول عندهم positive 2 ما عدا مين؟ هات لي جروب 3. ايوه جروب 3 بي اللي هي الاسكندريم، ما تعملش غير 3. the electronic configuration of the m positive 3 بالمنظر ده، رجع له الثلاثه. يبقى الثلاثه لو سمحت، لو سمحت ركز، الثلاثه ما تنساش ان بيرجع فيه 2 في الاس، وبعد كده ال 3 دي يرجع ليها واحده فبقوا 6، يبقى الاتوميك نمبر بتاعه ب 26. حلو. In which of the following two ions does 3 sub level contain 4 electron؟ ال 3 دي sub level في كام الكترون؟ 4. في 4 الكترون، كونتين 4 الكترون مش 4 امبير. حاضر. تعالى كده، انا عجباني الكروميوم، الكروميوم 4s1 3 دي 5، لما تعمل له بوزيتيف 2 خسر دي وخسر دي، فاتبقى 2. سوري، اتبقى اعمل كده، اتبقى لك كام بقى يا معلم؟ هيكون متبقي لك 4، فكده عنده 4. الحديد لا، هو هيبقى فيه 4 امبيرد، ولكن في البوزيتيف 2 هيبقى فيه 6 في الدي، ولكن في الام ان بوزيتيف 3 هو توزيعه الام ان 4 اس 2 3 دي كام؟ مظبوط 5، فانت تخسر 2 وتخسر من هنا 1، يبقى 4، يبقى الاجابه دي. ماشي. ان ذا رياكشن اللي قدامك ده، وات از ذا برودكت اوف ريدكشن؟ مين اللي هيطلع نتيجه الريدكشن؟ حاضر، نتيجه الريدكشن الام ان بوزيتيف 7، ماشي، والاتش سي ال، الاتش سي ال هنا كلورين بنيجاتيف 1، هنا بزيرو، هنا بنيجاتيف 1، هنا نيجاتيف 1 الكلورين. تعالى لي على الام ان بقى، الام ان كان ب 7 نيجاتيف 1 في 2 فتبقى نيجاتيف 2 كلورين، يبقى ده بقى بوزيتيف 2، وما دام بقى بوزيتيف 2 يعني من الاخر اتحول من السبعه للكام؟ للاثنين. البوزيتيف قل يبقى النيجاتيف زاد، يبقى انت عملت جين. حلو، وما دام عملت جين يبقى عملت ريدكشن، يبقى الام ان سي ال 2 هو البرودكت اوف ريدكشن. تمام. الكلورين على فكره هنا لما تحول لهنا عمل اوكسيديشن، ما عملش ريدكشن. ماشي. 45. What is metal whose most common chloride has MCl4؟ تاني برضو هنا الأدق خليها ستيبل مش كومن. حلو، ما دام ستيبل يبقى لازم مفضي كل اللي عنده، وده معناه ان هو عامل بوزيتيف 4، واللي عمل بوزيتيف 4 ويفضي الاس والدي اللي عنده يبقى التيتانيوم. حلو، ماشي. oxidation state of the first transition theory element range between، المجموعه الاولى لو بصيتها تتراوح من الواحد للسبعه، اوعى تقول لي من الاثنين للسبعه. تمام، هتلاقي الكوبر بيعمل بوزيتيف 1. 47 بيقول لي how many unpaired electron are found في الكروميوم بوزيتيف 2؟ الكروميوم بوزيتيف 2 توزيعته 4s 1 3 دي 5، خلاص حفظناه، عمل بوزيتيف 2 خسر من هنا 1 وخسر من هنا 4. حلو، يبقى من الاخر تطلع لك سوري خسر من هنا 1 ومن هنا 1، اتبقى 4، يبقى عنده 4 unpaired. which of the following ion when its oxide state is positive 3 electronic configuration؟ يبقى بالمنظر ده positive 3 وعنده 1، رجع له الثلاثه يا عم. وفي بطريقه ثانيه برضو كطريقه جديده لو مش عارف تظبط اللعبه، انت مش معاك الارجون 18 وعندك 1 في الدي، وعندك كمان ثلاثة جايين لك، يبقى كده التوتال 22. يعني انت كده بتلعب مع التيتانيوم، فالتيتانيوم لما يعمل بوزيتيف 3 هيبقى له واحد فعلا، يبقى اهي هو ده التيتانيوم. ممكن تعملها باللعبه دي، وممكن تعملها بالطريقه اللي انا بقعد ارجع للاس وارجع للدي حاجته. which of the following ion its orbital contain highest number of unpaired، اكبر عدد من الامبيرد؟ دور لي على الام ان، ما لقيتش، دور لي على الاف اي بوزيتيف 3، يعني يا اما الام ان بوزيتيف 2 يا الاف اي بوزيتيف 3. طب بعد الاف اي الكوبالت،
بوزيتيف 4، طب بعديها ال ان اي مثلا بوزيتيف 5 اند سو اون، فاهمين قصدي؟ يبقى انت هنا اهي بالنظر الكروميوم، سوري الكوبالت، عشان كوبالت هو ب 27 فتوزيعته 4s2 3 دي كام؟ مظبوط 3 دي 7. فما تعمل بوزيتيف 4 خسرت من هنا 2 وخسرت من هنا 2 اتبقى لك 5، يبقى هو ده اعلى عدد للان بيرد الكترونز. ماشي. The following graph show the number of unpaired electrons in different ions of element of the first transition theory. ماشي. الW هو حاجة عندها اتنين ايه؟ unpaired. حاضر. تعالى كده نشوف الفانيديوم. الفانيديوم هو بيبقى توزيعة الفانيديوم. ما الاختيارات ما بين الفانيديوم والتيتانيوم؟ الفانيديوم 23 صح؟ أرجون 18 4S 2 3 دي كام؟ 3. فأنت أما تعمل بوزيتيف 3 يعني خسرت من هنا 2 وخسرت من هنا إيه؟ واحدة اتبقى لك 2، يبقى عدد الأمبيرد 2. يبقى الفانيديوم دي شغالة معايا، دي شغالة معايا، دي شغالة معايا. طز بقى في مين؟ في الأستاذة دي. طيب اللي بعديها الإكس عنده حلو 4 امبير، وده الام ان اهو واضح قدامي ان الام ان عنده 4 امبير، عشان لما بيعمل بوست في 2 بيبقى عنده 5، لما يعمل بوست في 3 ما هو الام ان، عشان برضو اللي مش مركز 4s2 3 دي كام؟ 5. شيل من هنا 2 وشيل من هنا واحده فتبقى 4، وهو عنده 4. طبعا الكروميوم لا، حديد لا، ده كده هيبقى عنده. طب استنى، لا بص التسرع، امسح الحق. ايه ده ما شفتش؟ لا ما علينا، برضو نرجعها تاني. لا ولا، عارفين ليه؟ ده لو كان الحديد، لو كان الحديد بوزيتيف 2 كنت اختار، عشان الحديد بوزيتيف 2 كانت دي هيبقى فيه 6، واما دي يبقى فيه 6 هو ما قالكش دول عدد اللي في الدي، ده قال لك ده عدد ايه؟ النمبر اوف unpaired، وعشان كده مفيش حاجه هنا، ولا ممكن تحصل، مش هخش في التفصيل دي، بس ما علينا، انسى اللي انا كنت هقوله. البوزيتيف 3، البوزيتيف 3 ما تحققليش 4، لكن البوزيتيف 2 تحقق لي 4 unpaired. مطروشكا انت يا بنت مطروشكا، خليكي معايا حبايبي مطروشكا، دول مثالين في وحدتي. ماشي. 51 When scandium react with oxygen. تمام؟ يعمل على طول يسلفه 3، يعني ده ما ياكلش معايا. Compound 1 اتعمل. While when it react with الكلورين برضه يسلف 3، يبقى ده ما ينفعش. أهو هو ده، خلص من غير ما نكمل. ويبقى هو الأوكسيديشن ستيت بتاعته positive 3. Which of the following represents the correct descending للسكند ايونيزيشن بوتنشال؟ تيتانيوم فانيديوم. ماشي. سكند ايونيزيشن بوتنشال، اولا اقل سكند ايونيزيشن بوتنشال يبقى الام ان. ليه يا معلم؟ اصل الام ان توزيعته ايه؟ 4s2 ارجون 18 طبعا، 4s2 3 دي كام؟ مظبوط 3 دي 5. فهو يحب يخسر الاثنين، فيبقى السكند عنده سهل موت. حلو. يبقى لي بقى مقارنه ما بين الكروميوم والتيتانيوم، ودي الاسئله الايه الجدليه بقى. ايه الاسئله الجدليه في كده؟ ان انت دلوقتي الكروميوم والتيتانيوم، تعال نلعب كده مع بعض. ادي الكروميوم مش توزيعته 4s1 3d5 مظبوط، يخسر الاولاني بسهوله، انا ما عنديش مشكله مع الاولاني، ولكن انا مشكلتي مع مين؟ انا مشكلتي مع التاني. التاني لو جه يخسره لا هيبوظ الاستابيليتي. فانت بتختار، انا ليه بقول ده بقى سؤال جدلي؟ عشان انت بتختار اجابتك دلوقتي معتمدا على ايه؟ على ان انت الاولاني صح والاخراني صح، وشكرا على كده، ولكن بعد كده انت مش شغالها بطريقه علميه بقى. انا ما بحبش السؤال بالستايل ده. طبعا المفروض الباقي انت خلاص بالاستبعاد دي ما تنفعكش. ماشي. اللي بعده 53. جه قال لك الاوبزيت جراف ريبريزنت الفيرست ايونيزيشن بوتنشال اند الاكس ايونيزيشن بوتنشال اوف الفيرست transition theory. What does the ionization potential X represent? الX. حاضر. خد بالك بقى من اللعبة دي. شايف الـ MN
هنا كانت عنده ايه؟ بيك. طب والاف ايه؟ سهل الخسارة دي. طب تعالى كده نتفرج الام ان امتى بيصعبها، في نفس اللحظة اللي الاف ايه يخلي الدنيا اسهل. بمعنى ايه؟ ادي الام ان توزيعته 4s2 3d5، اخسر. الاولى والتانية سهلين، التالتة عذاب. يعني التالتة عذاب عند الام ان. طب اتفرج على التالتة عند الاف اي، الاف اي توزيعته ارجون 18 4s2 3d6، الاولى يخسرها والتانية يخسرها والتالتة يسهلها كمان عشان يوصلوا للاستابيليتي. يبقى دي سيرت ionization potential. تمام. Which of the following is correct؟ ال first ionization في الزنك is much higher than the scandium. ملهاش دعوة بال first عشان يعني معلومة غير specific، يعني مش حاجة مميزة أوي. Much higher than the scandium. ال first ionization في الزنك much lower، برضو معلومة مش specific خالص. يعني ها الثيرد ايونايزيشن، انا احب اتكلم عن التالتة. عارفين ليه بقى؟ عشان الزنك ما يحبش يعمل التالتة، وفي النقيض الاسكندنام يحب يعمل التالتة. بمعنى الثيرد ايونايزيشن عالية جدا عن الاسكندنام. هي ده الاختيار، ده حلو. الزنك عنده السكند، الثيرد دي تبقى رخمة جدا، ولكن الاسكندنام تبقى بالنسبه له اللعبه رايقه. Which of the following electronic configuration has the smallest third ionization potential؟ الثالثه تبقى سهله خالص، خلاص اهي قدام عيني، يقدر يخسر الاثنين بتوع الاس واحده من الدي وشكرا، وهيخلي الاف بتاعه يبقى هاف فيلد فيبقى ستيبل. تمام ماشي. According to the opposite graph which represent the first 3 ionization potential of element A اللي في الفيرست، انهي جمله مش صح؟ السكند ionization للكوبر، الكوبر السكند ionization higher than السكند بتاعت الاذر element في الفيرست. اعلى واحد في السكند هو. successive ionization للكروميوم increase by large margin، ادي كروميوم كروميوم كروميوم، بتزيد بطريقه فظيعه اهي الارقام، الزيادات بتتضاعف تقريبا يعني almost. الفيرست ionization in the first transition theory increase with increasing للاتوميك نمبر، الفيرست ionization بتزيد بزيادة الاتوميك نمبر by large margin. لا طبعا، ده هو almost اهو الفيرست ionization، خط الفيرست ionization almost ثابت اهو، يعني التذبذب فيه ضعيف جدا. يبقى دي الجمله الغلط، هو عاوز الجمله الغلط. ماشي. جه قال لي which of which the transition element which is used in increasing the intensity of light through the football playing ground. خلاص ده الاسكندنام اللي كان بيتحط على الميركوري فيبر، وده limit exist in earth crust. هو موجود بندره بس منتشر في اماكن كتير. What is name of transition? What is the name of transition element at which one of its compound is used in detect of sugar? انا احب احكي على الحكايه دي. الشجر في اليوم عندنا مركبين، ودول هنقابلهم في الاورجانيك بالتفصيل. حاجه اسمها الجلوكوز، وانا حكيت لكم الحكايه دي، وحاجه اسمها الفركتوز. حلو. الجلوكوز والفركتوز رمزهم C6H12O6، ولكن الجلوكوز يتميز ان عنده مجموعه اسمها مجموعه الديهايد، الفركتوز يتميز ان عنده مجموعه اسمها الكيتون. فيجي يقول لك عندك اتنين سكر بس واحد فيهم عنده الديهايد جروب، جايبها لك من الاورجانيك. حلو، اتنين سكر واحد عنده ايه؟ الديهايد جروب. ماشي. اللي عنده الدهايد جروب كان بي ديتكتد باي يوزد ايه؟ باي يوزنج ايه؟ اولا اللي عنده الدهايد جروب يبقى كده هو بيمنشن على الجلوكوز، والجلوكوز يعمل له ديتكشن بقى بتشابتر 1 بي
فيلنج ريجنت اللي كان يتكون من القبر، ودي الحته الصايعه بتاعت السؤال. تمام ماشي. 59 to overcome the problem of weak car chases when driving on unpaved roads. So the transition element which is added to steel to overcome اللعبه دي. حاضر خلاص، عربيه يبقى فانيديوم هي اللي هتديها الصلابه الجامده، والسوست بقى والليله دي عشان يستحمل الطريق اللي ايه اللي مدغدغ المكسر. ماشي طيب، جه قال لي more than half of element of the periodic table exist in، اكتر من النص الليفت والميدل. الليفت هو فيه الاس كده، الاس فيه 13 element والميدل 40 يبقى 53، هما اجمالي 118 كده ما عداش النص. الميدل والبوتوم طيب نشوف كده، ادي 40 والبوتوم فيه 28 اللي هما بتوع الاف، فكده بقت 68. دي اكتر من النص. By supposing that in the periodic table is completely filled with element. So the expected number of the main transition. خدوا بالكم من اللعبة دي. المين ترانزيشن مش الدي. المين ترانزيشن مش الدي. الدي دول 40 element، ولكن المين ترانزيشن اشطب منهم مجموعة الزنك الاربعة اللي تحت بعض. يبقى كده هتنقص من ال 40 4 يتبقى 36. Which of the following has more ability to conduct electricity؟ مش محتاجة الكبر يعني، كل سلوك الكهرباء كبر. The specific character of a group 8 than the other group is consist of the specific character ماشي consist of three vertical column similar between their horizontal greater than the vertical. المعلومة برضو صح. التوزيع بتاعه ممكن تبقى دي 6 او 7 او 8 صح. قول تعالى كده احكي لك حكايه. المجموعه دي اللي هي ال 8 تتكون من ثلاث عمدان تحت بعض، دي اول حاجه. ثانيا المجموعه دي التشابهات اللي جنب بعض اكتر من اللي تحت بعض. ثالثا المجموعه الثامنه دي اللي هي ولا بتاخد 8 بي ولا ايه، الثامنه دي هي بتبقى توزيعتها 4S2 يا اما 3D بقى 6 7 8 او 5S و4D and so on. ماشي. بيرسون عمل حادثه وهنحط له شرايح ومسامير بقى وليله الدنيا خربت معاه، يبقى هنحط له ايه؟ تيتانيوم. 65 the following element are used in manufacture of heating coil، يبقى النيكل او الكروميوم، معنى الاختيارات كلها شغاله. ايروبلينز ايروبلينز وجالفنايز ايه ايروبلين وميتال ان ثانيه لا ثانيه هيتنج كويل في ماجنت عدتها ماجنت ماشي ايرن او كوبالت كله شغال ايروبلينز وبعديها جالفنا خد بالك جالفنايزيشن اهي دي زنك مش محتاج افكر يعني هنجلفن يبقى على طول زنك طيب الايروبلينز خلاص تيتانيوم تمام عشان ده بتبقى الدنسيتي بتاعته خفيفه فالطياره تبقى خفيفه مش تقيله. ماشي. Which transition element can be used to detect the cracks اللي موجوده في البايب under the soil؟ حاضر. الاستاذ ده هيكون الكوبالت عشان الكوبالت هيبعت لي جاماريز فيعرفني كراكس. تمام؟ 67 جه قال لي which compound can be used to obtain pure drinking water. لسه قايلينها اللي obtain pure drinking water انت محتاج حاجه فانجي سايت، والفانجي سايت يا اما الاستاذ ده يا اما الاستاذ ده. طب مين اللي كان بيستخدم في الووتر بيوريفيكيشن؟ مظبوط الكبر. حلو. كار سبرينج معموله من الوي لازم تكون فيها فانيديوم، دي اول حاجه. يبقى انت معاك فانيديوم 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 فيها حديد من عينيا عشان هي بتتحط على الحديد، بس هو كان يقول لك فانيديوم مع ستيل يبقى لازم يكون معاك الكرب. تمام. 69 على فكره وهناخدها كمان شويه مع الالويز، ان الايرن مع الكروميوم ده اسمه الستانل ستيل مش الستيل. حصل ديسكشن ما بين دكتور وارمي فورس ومدرس فيزياء على استخدامات الايرن، كل واحد بقى جاوب من منظوره.
الدكتور هيستخدم اكيد الايرن في السيرجيكال ايه تولز، طيب بتاع الجيش هيستخدمها في الجان تيوبس او في النايف، ما عنديش مشكله. طب بتاع الفيزياء يستخدمها اكيد بقى، مش خرسانه يعني، اكيد ما تنفعش خرسانه، يبقى في الماجنت. ماشي، بوث ايرن اند كوبل سيميلر ان اول اكسبت ايبل تو بي ماجنتايز مانيفاكتشر اوف ماجنت، الاثنين دول صح. هو عاوز الاكسبت مانيفاكتشر اوف الدراي باتري ان المودرن، ماشي ما عنديش مشكله. ايه يا واد، ما احنا قلنا ماشي، ارجع كده. لكن مانيفاكتشر اوف الجن والكانون بايب لا، دي حاجات صلبه قوي، فلازم يبقى فيها ايه حديد. all of the following period contain transition element except except المجموعه ايه all of the following period، period مش جروب، شفت كان هيتخدع، كنت انا هتخدع. لو انا بقول لك جروب يبقى مجموعه 2 بي، لكن لو بقول لك period السطر الثالث ما كانش بدأ فيه الترانزيشن إليمنت خالص. الترانزيشن إليمنت بدأت من الرابع أو الخامس أو السادس. إن ذا فورس ترانزيشن ثيري، الرابعة الأولى عند السطر الـ 4S 3D، اللي بعديها 5 4D، اللي بعديها 6 5، اللي بعديها 7 6. يبقى دي بتفيلد الـ 6D عشان هو قال لك الرابعة اللي هي دي، اللي هي بتبقى 7S 6AD. ماشي. From element that its electronic configuration is abnormal، خلاص يا عم abnormal، يبقى يا إما ال، ركز معايا، يا إما الكبر وأعوانه يا إما الكروميوم وأعوانه. طب أنا مش حافظهم على فكرة، تحت الكبر الجولد والسيلفر، وتحت الكروميوم الملبيديوم، أهم يا معلم. اطلع 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 اطلع، فين البريدكت تيبل؟ فين يا عم البريدكت تيبل؟ بص يا معلم، ادي الجولد اهو والسيلفر، هو كان حاطط الايو الجولد، وكان حاطط الموليبيديم، وكان حاطط لك ال 74 اهو التنجستون. يبقى دول ابنورمال كونفجريشن، يبقى اول اوف ذا فولوينج. تمام، اطلع اطلع اطلع، كفى 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 كفى، فين 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 يا واد، فين يا اختي؟ اهي قول بريتل اليمنت، على طول عرفناه. اون ميكسنج مع الايرن ات هاي تمبريتشر يعمل لك هارد الوي زان الستيل اكس او مي يوزد ان مانيفاكتشر اوف البريتل اليمنت، خلاص ده الام ان، وما دام قلنا ام ان يبقى ده على طول يوزز في الدراي سيل، مش محتاج تتكلم. السان بروتكشن ده كان التيتانيوم، الدايس كان الكروميوم، الام ان كان فانجي سايد، بس مش الام ان او 2، الفانجي سايد كان المنجنيز داي سلفيت، يبقى برضو دي ما تنفعنيش. دي لسه حلينها بالنص، وكانت طالعه لنا سي ار 2 او 3، فقلنا نستخدمها في المانيفاكتشر اوف ايه دايس.